احنا تنظيم اي نشاط رياضي بيكون على مستوى دول الخليج او دول عربيه له مردود للدوله المنظمه وكل الدوله المشاركه. لا شك ان مشاركه البحرين في بطوله بهذا المستوى وفي دوله الامارات العربيه المتحده له هدف بعيد الحقيقه، الكل يسعى لتحقيقه من خلال المشاركه في هذا النشاط حتى يتحقق النجاح لهذه البطولات. كل ما كانت هناك مشاركة مكثفة ومشاركة يعني متنوعة تتيح فرصة للمنظمين أن يكون هناك نجاح في التنظيم ونجاح في أداء عمل مميز لنجاح البطولة. لا شك يعني من خلال ممارستنا في تأسيس قاعدة رياضية في فترة ما والدعم اللي كنا نلقى نحن ك يعني مسؤولين عن الرياضة واللي على أساس بدينا في أول خطوة في تأسيس الرياضة النسائية، والحقيقة وعلى رأس السيدات هي الشيخة حياة اللي كانت حقيقة زاملتنا طول فترة عملنا في تأسيس الرياضة في البحرين وخاصة الرياضة النسائية. ولا شك أنها كانت انطلاقة طيبة حيث بدأت بتنس الطاولة ومن ثم انطلقت في عدة أنشطة متنوعة، وهذا مما يتيح للمرأة والسيدة البحرينية بأن تشارك وتساهم في النشاط الرياضي مثلها مثل الشباب الرياضي البحريني. ولا شك أن المشاركات التي شاركت فيها السيدة أو المرأة البحرينية أعطت نتائج حقيقة إيجابية وجيدة وناجحة، وقد ظهرت من خلال ما تم تحقيقه من بطولات وإنجازات في كثير من البطولات على أي مستوى كان عربي أو آسيوي أو دولي، وخاصة في رياضات كان يصعب على المرأة أن تشارك فيها وخاصة رياضة ألعاب القوى. ونأمل إن شاء الله من خلال هذه النتائج التي تحققت في الشارجة أن ترفع من مستوى الرياضة النسائية، والتي حقيقة برزت في البطولات اللي تحققتها والتفوق اللي تفوقت فيه على مستوى مشاركات دول عربية أخرى في هذه البطولة، ونأمل إن شاء الله النجاح والاستمرار في هذا المستوى. شرفونا شرفونا أسعدونا وفرحونا أبهرونا بمستواهم هذا ما هم عودونا. شرفونا 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 أسعدونا وفرحونا أبهرونا بمستواهم هذا ما هم عودونا. شرفونا اليوم رفعت لنا اللجنة الفنية، لجنة المتابعة الفنية بالدورة الكشف بالنسبة للترتيب، وطبعا أجدها مناسبة طيبة حقيقة وعزيزة علينا كلنا أن مملكة البحرين في المركز الأول بمعدل 12 ميدالية ذهبية، جمهورية مصر العربية الشقيقة بمعدل 8 ميداليات ذهبيات، وأيضا الجزائر الثالثة في 7 ميداليات. أنا أجدها مناسبة طيبة أن أرفع كل التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد يحفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد حفظه الله، وأيضا أخص بالتهنئة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وأيضا أهني سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة رئيس الاتحاد البحريني للألعاب القوى على هذه النتيجة، ولشعب البحرين الوفي اللي اليوم فتياتنا أسعدوا في أول إنجاز يحسب له على هذا المستوى في تسيد للدول العربية. حقيقة كلنا فخر واعتزاز بما قدمته فتياتنا
كل الشكر للاعبات حقيقة وجهودهم وأصرارهم وحماسهم على الإنجاز، الإداريين الفنيين البعثة الإدارية، ولكن هناك كلمة حق أخصها أيضا لسعادة الأستاذ هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، حقيقة على كل جهوده، متابعاته اليومية يوما بيوم، اتصالاته المباشرة بي ومتابعته للبحث وحرصه، جهوده وجهود الوزارة من البداية ومتابعتهم حقيقة وفروا لنا كل السبل وكل الوسائل. ما أخفي عليك ولا في أي شيء يعني تقدمت فيه إلا وتم، فهنيئا حقيقة لهم. أهني الجميع بهذا الإنجاز اللي أفرحنا، يعني لما تكون مملكة البحرين مع عددها السكاني اللي احنا نقول تقريبا يعني محدود بالنسبة للدول الكبيرة، نشوف أنها حققت هذا المستوى على الرقم من صغر حجمها، لكنها دائما إن شاء الله غنية بعطاء أبنائها وبعزيمتهم وبإصرارهم، ليس في مجال الرياضة ولكن في المجالات كلها. أقول أيضا أن يعني وأنا لي شرف أن عضو في المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللي يرأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد، رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد، ويمكن ما أطلقه هذا العام من عام الذهب بحرصه بأن تكون البحرين دائما بالمقدمة. أعتقد أن فتيات البحرين بفضل الله ومن ثم هذا الدعم والحافز اللي بثه في روحهم، كانوا عندهم حرص على أن يكون الذهب من نصيبهم، ولله الحمد ربي بفضله حقق لهم وحققوا ما يتمناه سمو الشيخ ناصر. سمو الشيخ ناصر يتمنى لهم الكثير، أنا من خلال يعني تشرفي مثل ما قلت لك أن أكون عضوة في المجلسين الأعلى للشباب والرياضة ولجنة رياضة المرأة، أشوف رياضة المرأة ورؤية سموه الحريص على أن تكون رياضة المرأة تماما كما هي رياضة الرجل. هو نفسه سمو الشيخ ناصر الله يحفظه هو قدوة ومثل في تجسيد معنى الرياضة في ممارسة الرياضة، أصبح لهم هم قدوة يرون فيه إن لابد أن نمشي على خطى يعني مسؤول ويمارس، وهو أيضا بطل وفارس، فالكل حريص على أن هو يحقق هذه الرؤية ويحقق ما يتمنى سمو الشيخ ناصر، لأن يرونه على أرض الواقع. إحنا لنا كإداريين رؤية سمو الشيخ ناصر تعطينا الحافز بذل المزيد على أساس أن إحنا نشوف فيه يعني ما نود أن نحققه يدفعنا له يوفره لنا. فأتمنى إن شاء الله استمرار هذه الإنجازات بإذن الله تعالى لمملكة البحرين اللي يستحقون أبنائها كلهم كل الخير. أيضا يعني أنا يمكن في خلال اللجنة الأولمبية أشيد بالتعاون الوثيق اللي ما بين يجمع ما بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، لأن إحنا نكمل بعضنا، فعندنا استحقاقات خاصة بالأندية، عندنا استحقاقات خاصة بالمنتخبات الوطنية، فهذه المنظومة لله الحمد ومن يرأسها نسير إن شاء الله تعالى بتعاوننا إلى المزيد لمملكة البحرين. ترى الانتصار مجموعة أو اللعب مجموعة أو الفوز مجموعة من العوامل المتجمعة، اللعب والاستعداد ودور الإداري ودور المدرب، فلما تكون هذه كلها متجمعة بتكون العامل المساعد إن شاء الله الأول لإحراز اللي تمنونه وإحنا نتمناه لمملكة البحرين.